تمام ان شاء الله اليوم نكمل نبدي بلكتشر الميتال انت ميتال الوي. كنا نعرف احنا شنو هو الميتال والميتال الوي. شوي اسوي لكم مراجعة عن الانفستمنت اللي هي مربوطة ويا الميتال والميتال الوي. الانفستمنت ماتيريال خلي اشرحها على هاي الصورة. هذا هو عندي كراون اجاني بيشنت. ثواني اجاني بيشنت النقطة الأولى اجاني بيشنت قال لي يابا اني عندي سن المولر ماتي سكند مولر ثيرد مولر فيرست مولر مكسور. زين انا ايش راح اسوي؟ المفروض انه راح اسوي له كراون يعني هو حسب الجزء اللي مكسور منه، يجوز بس ميزل يجوز بس ديستال يجوز كله مكسور، فاضطر انه اسوي له هذا اضطر انه اسوي له كراون كامل. زين كومبليت كراون. فشنو اجي اني راح اسوي واكس واكس باترن فد نموذج من الواكس على نفس ال على نفس الكراون مالت، يعني اسوي لي كراون بس شنو من واكس. زين طبعا هاي اما لو دايركت لو اندايركت، يعني لو دايركت بفم المريض واني اسوي الواكس باترن، او مثلا اندايركت اخذ امبريجن واسويها على الطبعه يعني على الكاست مال البيشنت. زين هسه انا سويت هذا الواكس باترن انه هسه اوخره من البيشنت من السن مال البيشنت او من الامبريجن اللي تكون اسهل يعني من الكاست اللي انا ماخذها. هذا وشنو راح اسوي فشي مثل السبرو، يعني هذا شنو هو السبرو فد مثل الاداه او مثل الفشي هيجي مثل اليده تكمش بيه الواكس باترن. زين احطها على فشي مثل القمع مثل البيس صاير من القمع يعني مثل القمع. وهذا المكان شنو اصبه بانفستمنت ماتيريال، هذا اللون الوردي هو عباره عن انفستمنت ماتيريال يعني بلاستر. هذا عرفنا احنا انواع الانفستمنت ماتيريال اللي هو اكو انفستمنت استعمله اللي هو جيبسون بوندد انفستمنت للي المواد اللي تنصهر بي تكون لو تمبريتشر يعني درجه حراره اقل مثل الجولد اللي يحتاج ل 500 الى 600. اكو 700 بس احنا نختار الاقل من ال 700 ليش؟ لان فوق ال 700 راح يصير ديكومبوزيشن للجيبسون بوندد انفستمنت. عندي الفوسفيت بوند بوندد انفستمنت والايثايل سيليكيت بوندد انفستمنت، هذا يعتبر للهاي تمبريتشر اللي هم الهاي التيتانيوم وهالامور اللي تحتاج انه درجه حراره انه تنصهر بدرجه حراره اعلى من الجيبسون بوندد انفستمنت. وعليه هنا انا سويت اني الانفستمنت راح اجي بنار يعني او بفرن البير يعني شلون مثلا اموع هذا الواكس اللي صار عندي من الواكس باترن يعني نموذج من الواكس ما اتبخر صار بايفابوريشن، وراها راح اسوي لك كاستنج. هاي الماده اللي باللون الوردي اللي هي هسه راح اجي اشرحها، يا اما تكون من جولد يا اما تكون ميتاليك. زين نبدي بالميتال اند ميتال الوي. ميتال اند ميتال الوي يعني المعادن والسبائك. زين اول شيء نجي نعرف شنو تعريف الالوي. Alloy is a metal، هو معدن يحتوي containing two or more elements، يعني ما يعني أقل شيء يحتوي من elementين من عنصرين أو أكثر من عنصرين. At least يعني على الأقل at least one of which is metal and all of which are mutually soluble in the molten state. يعني يكون أحدهما على الأقل من هذولي two elements أحدهما على الأقل معدن. والباقيات قابلة للذوبان، يعني شو مثلا اكسر واجبر انها قابلة للذوبان بشكل متبادل are mutually soluble in the molten state في الحالة المولتن يعني المنصهر. اكيد كنا نعرف انه كل شيء نقراه لازم اجي اخذ الريكويرمنت مالته المتطلبات الايديال بروبرتيز، وعليه الريكويرمنت اوف كاستنج الوي ريكويرمنت اوف كاستنج الوي requirement of casting alloy يعني شنو المتطلبات اللي راح لو من اصب الالوي لازم شلون يكون هذا الالوي. اول شيء اول نقطه they must not tarnish or corrode in the mouth، يعني شنو tarnish و corrode يعني الكوروجن
تارنش وكوراجين لازم هاي ما تصدق وما تتاكل الماده المعدنيه اللي انا حطيتها فم المريض. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه they must be sufficiently strong for intended purpose, انه لازم يكون قوي بما فيه الكفايه للغرض يعني للبيربوس اللي انا سويت هي للبيشنت. غير انا مود يصير عليه الماستيكيشن والجرايندينج اوف فود وعليه لازم يكون سترونج قوي. النقطه الثانيه they must be compatible non toxic not allergic. يعني شنو ما ينطيني سميه not not toxic بينما السيلفر اكو مرات مثلا السيلفر اخذناها قبل انه ينطيني توكسيسيتي. ليش؟ لان يصير بيه كوراجين. فالماده اللي ما يصير بيها كوراجين ولا تارنش ما راح تصير سميه. يعني انه نان توكسيك ونات الرجيك. يعني شنو نات الرجيك؟ يعني ما تسبب لي حساسيه للبيشنت. النقطه الرابعه they must easy to melt cascat grind easy to fabricate. يعني سهله التصنيع. يجب أن تكون سهلة الذوبان إنه تذوب من أني أصهرها. كاستنج إنه سهلة الصب من أصبها ما أتعب. الكات مثلاً القطع والجريند الطحن إنه من أطحنها ويعني أسوي لها مانيبوليشن بين قوسين. نقطة الخامسة they must flow well and duplicate fine details during casting. من أني أصبها من هنا على هذا السهم من أصبها هنا بداخل ال بداخل المادة اللي سويتها بداخل الفراغ اللي صار عندي. بس خليها على البرايتنس زين. بداخل هذا الفراغ اللي صار عندي اللي باللون الأبيض لازم انه flow well. يعني شنو؟ يعني تتدفق بشكل جيد. وشنو؟ duplicate fine details تنطيني كل التفاصيل اللي موجودة بالفراغ اللي أنا سويته اللي هو العبارة عن الكراون complete crown. زين find details during casting. النقطة السادسة they must have minimum shrinkage on cooling after casting. لازم يصير اوكي هو يصير بها shrinkage بس لازم شنو هذا shrinkage؟ يعني minimum shrinkage يعني انكماش كلش قليل بعد ما ابردها after casting يعني بعد ما سويتها. واخر نقطة they must easy to solder. شنو easy to solder؟ يعني ألحمها أو أسوي لها هذول البولشينج والفينيشينج بطريقة سهلة إنه ما تعذبني من أسويه. زين application of metal alloy. إحنا كنا نعرف يعني شنو هي application of metal alloy بس نجي نأخذها على شكل نقاط. النقطة الأولى construction of metallic framework of removable partial denture. يعني شنو؟ أنا راح تسوي لي الهيكل معدني للأسنان of metallic framework of removable partial denture. شنو removable partial denture؟ للدنشر المتحرك يعني أقدر أنسعه وألبسه. يا يعني شنو قصدي؟ أقصد بهذا أنا هذا اللي أقصده. شوفوا شلون ده يسوي لي framework. هذا الفريمورك باعوه شلون framework إنه شلون الأساس نقدر نقول. زين ونصلت اي construction of metal core of crown and bridge. ومن وبيها هم يعني اقدر اسوي الميتال كور اوف كراون. اسوي الكراون واسوي منها بريدج اللي هي الميتال الوي. making orthodontics wire bands brackets الى اخره. يعني شنو اعمل هاي الاورثودونتكس مال التقويم الوايرات مال التقويم والباندز اللي هي هاي القطع المربعه والبراكتس ايضا هي المهم أشياءات يعني مال التقويم. making endodontic instrument. شرحنا بالendodontic للobturating material إنه بيها أداة اسمها endodontic instrument اللي تطلع لي الجذر الميت ولربما تسوي لي cutting للدنتين شوينة. فهي أنا أقدر أستخدم الميتال ألوي كmaking endodontic أصنع من عدها endodontic instrument. زين النقطة الخامسة والأخيرة construction of metal implants. أقدر أستعملها بالزراعة الأسنان إنه هذا البرغي هو صاير يعني من هو من شنو من metal alloy. زين classification of metal. شنو classification of metal؟ يعني هذا تصنيف المعادن. شلون يصير تصنيف المعادن بصورة عامة in generally
ان جنرالي تصنيف المعادن حيكون على شكل نوبل وهذا نوبل ميتلز ونون نوبل ميتلز. يعني شنو نوبل ميتلز؟ معادن شلون يعني هي نوبل، النوبلية راحت من بالي. المهم هي نوبل ميتلز ونون نوبل ميتلز. زين النوبل ميتلز هو لايك شنو؟ لايك جولد، لايك بلاتينيوم، روديوم، روتينيوم، ريديوم، اوزميوم، سيلفر، هاوفر ان ذا اورال كافيتي. ها هنا نفد ملاحظه يقول لي انه بالاورال كافيتي يعني بالتجويف الفمي بالتجويف الفمي السيلفر راح يسوي لي از نوت كونسيدرد نوبل بيكوز اوف تارنش. ما اقدر هو اوكي من ضمن النوبل بس هو از نوت كونسيدرد نوبل انه ما اقدر اصنفه من ضمن ال is not للنوبل يعني هو non noble because of tarnish يعني يصير بيها tarnish صدأ. فبحيث من يصير بيها tarnish لربما تسوي لي toxic وتسوي لي allergic للpatient. إذن ما تعتبر noble. زين non noble metals اللي هي base metals هذولي البيس يعني اللي أستخدمهم مهم الكروميوم والكوبالت والنيكل والايرون والكوبر وإلى آخر يعني هذول المهمات الأساس. هسه classification of dental alloy يعني شنو الأسنان اللي نستخدمها بالأسنان بالدنتستري. زين طب الأسنان أولا يعني حناخذ عدة تصنيفات التصنيف الأول according to the number of the element يعني إيش قد عنده element نجي ناخذ. يا اما يكون عنده بس 2 element يسموه binary 2 element، يا اما يكون ternary 3 element، يا اما يكون quaternary 4 element. اوكي سهله كلش، 2 element binary، 3 element ternary، 4 element quaternary. انتهينا من هاي. هسه according to nobility according to nobility يعني شنو noble لو non noble؟ اولا نجي هاي نوبل الوي يعني الويز مع سبائك تكون بها النوبليه عاليه. هاي نوبل الوي يعني contain 40% gold or more and 60 noble or more. اوكي يعني 40% gold و 60% noble. نوبل الوي النوبل الوي يعني العادي نعرفه احنا 25% contain 25% or more noble metals. اوكي ال base metal alloy contain less than 25% هاي اللي هي ال base metal alloy القاعدية مال ال base. اذا ال high تكون 60 بالمية وال noble alloy العادية 25% وال base يعني شلون less than 25% هاي متراجعوها. زين هسه شنو according to the major element يعني شنو العنصر الرئيسي بالالوي؟ اكو مثلا عناصر اكو مثلا الالوي العنصر الرئيسي مالتها الجولد فيسموها جولد الالوي، اكو العنصر الرئيسي مالتها سيلفر يسموها سيلفر الالوي، اكو الباليديوم الالوي، اكو النيكل الالوي، اكو النيكل الالوي، اكو الكوبالت الالوي، واكو التيتانيوم الالويز. هاي على حسب يعني كل الوي وبيها العنصر الرئيسي اللي بيها. زين according to three major هسه راح اقسمه انه according to three major elements يعني الالوي اللي بيه ثلاث عناصر رئيسية. اكو الوي العناصر الرئيسية مالته الثلاثة gold palladium silver alloy، الثاني palladium وسيلفر وتن، الثالث نيكل كروميوم molybdenum، الرابعة كوبالت وكروميوم وموليبدينيوم، الخامسة ايرون نيكل كروميوم، السادسة تيتانيوم الومنيوم فانديوم. اوكي يعني هاي على حسب الميجر الثري ميجر. اذا قسمنا الكلاسيفيكيشن اوف دنتال الوي الى اكوردنج تو ذا نمبر اوف ذا اليمنت يعني عدد العناصر اللي موجودة بكل الوي، قسمنا الدنتال الوي على حسب النوبلتي، اكو هاي نوبل الوي 60%، اكو نوبل الوي 25%، اكو البيس ميتال الوي اللي هو ليس ذان 25%. زين اكوردنج
to the major element, يعني العنصر الرئيسي اللي موجود بكل alloy قسمناها أيضا according to three major element alloy اللي بثلاثة الأساسيات الأولية. زين هسه انتهينا من هذول التقسيمات. راح أجي أشرح الجولد. أبدي بالجولد. تمام. أبدي بالجولد. الجولد هم يعني أكو يستعملوا جولد فويل فولينج اللي هو هذا البيور جولد. يعني شنو هاي الرقائق من الذهب، هذا ذهب خالص يعني مو ويا يعني another component. فأولا pure gold is very malleable and ductile. يعني شنو كلش يكون مرن يعني malleable and ductile يعني مرونة بي يعني قابل للmanipulation. gold foil رقائق الذهب is in the form of very thin sheath يعني عبارة عن رقائق هيك يعني مثل الصفائح رقيقة جدا very thin sheath or foil about يعني 0.001 ملي هذا الثيكنس مالتها يكون 0.001 مليمتر. زين it is considered into the cavity يعني ادخلها داخل الكافيتي and each layer of foil become welded to the metal to the material already condensed. يعني شنو يعني كل طبقة من هاي الطبقات مال الفويل احطها بالكافيتي واسوي لها موديلنج مثلا to the material already واضغط عليها مثلا وهكذا. زين اكو يعني يقول لي انه كل طبقة من هاي each layer of foil become welded to the material already condensed يعني تكون ملحومة بمواد مكثفة ايضا. زين يعني اكو بيها مواد اخرى. Advantage of gold foil filling يعني شنو الادفانتج مالتها الحشوة الذهب اللي تكون من الجولد فويل. أول نقطة اللي هو perfect corrosion resistance مقاومة للتآكل بصورة جيدة النقطة الثانية اللي هي adequate mechanical properties بيها mechanical properties يعني صفات ميكانيكية مناسبة جيدة. النقطة اللي بعدها الثالثة خلي أحطكم إياها هنا أنا على مود متاي very durable. شنو يعني very durable؟ يعني تكون دائمة مدى الحياة إنه مو مثلاً ثانية يوم أجي ألقاها مكسورة ما أدري شنو لا يعني shelf life مالتها يطول إنه دائمة. زين هو هاي very durable. disadvantage راح أجي على disadvantage أولاً طبعاً هو ذهب فراح يكون high expensive not low cost. النقطة الثانية not aesthetic ولهذا مرات نستعمله بس بالبوستيريور انه ما يبين من يصير بالضحكة مالتنا. فنات استيتيك يعني ما حلو ما بي جمالية. النقطة الثالثة the technique is time consuming and depends on the skill of the operator يعني شنو يتطلب وقت هذا العيوب مالتها تستغرق وقت طويل انه الى ان اعدلها واسويها على شكل الكراون وما ادري شنو. هذا ذهب يعني نقدر نقول صعب التعامل نوعا ما وياه. depends on the skill of operator وتعتمد يعني على مهارة كل operator يعني على كل طبيب. زين هذا كان الجولد يعني صافي جولد يعني pure gold. هسه السبائك السبيكة يعني تكون بيها مو بس جولد، سبيكة تكون بيها الجولد كعنصر رئيسي وياها باقي عناصر. زين اجي على الجولد الوي. جولد الوي ثواني جولد الوي اللي هي سبيكة الذهب. they are classified according to yield strength and percentage of elongation انه تم تصنيفها كأنه هي واحدة من الالوي اللي تكون yield strength يعني تتحمل الضغط اللي يجي عليها و percentage of elongation انه تصير طويلة مدى الحياة. زين تكون طويلة مدى الحياة.
النقطة اللي بعدها اكو عندي عدة تايبات من الجولد الوي. تايب 1 اكو عندي سوفت يعني يكون رقيق سوفت ناعم يعني ميديوم اكوها يعني يكون وسط, وعندي اللي بعدها اللي هي تكون هارد يعني قوي, وعندي اكسترا هارد. زين اجي على وحده وحده ناخذها. شنو تايب 1 اللي هو يكون سوفت. It is indicated for small inlay restoration. شنو inlay وشنو onlay؟ onlay يعني من أسوي مثلاً كران وعندي الحواف مالته والأكلوجل والجوانب الميزيل والديستل كلها رايحة, فأسوي لها onlay restoration. إذا جوا بالعمق مالتي فديش شوية صار عندي كاريز وسويت له حشوة يسموها inlay. فهذا النوع الأول اللي هو يكون soft إنه أستعمله للsmall inlay restoration. للسمول انلي ريستوريشن, ريستوريشن اللي تكون صغيرونه وبالعمق بالديب مال التوث. not subjected to mastication stress like class 5 وكلاس 3. هاي الكلاس 3 وكلاس 5 واحد من الكلاسات انه بس الاكلوجر رايح واحد, واحده من السيرفيسات ميزر ودستر وهالامور يعني. ف not subjected to mastication الاماكن اللي حطيت بها هاي السوفت انه ما تكون معرضه للماستيكيشن لايك كلاس 5 وكلاس 3. النقطة يعني هذا التايب أول. تايب اثنين اللي هو يكون تايب 2 ميديوم. هذا it is indicated for large inlay restoration. الكبيرة تكون هذيك السمول. زين التايب 3 اللي هو يكون هارد. هذا it is indicated crown كامل وبريدج كامل. زين بس هذا اللي يكون هو الدائمي. الرابعة تايب هذا 4 العفو يكون extra hard. It is indicated for crown wall bridge and mainly for removable partial denture frame. اللي تكون مثل الشبكة اللي مسويها مثلاً يكون partial يعني أقدر نزعه وألبسه. اللي هو type 4 اللي هو extra hard. زين راح أجي أسا أخذ ال composition من شنو يتكون هذا gold alloy. إذن نجي على composition of gold alloy. عندي gold, عندي copper, عندي silver, عندي palladium, عندي some palladium وzinc وtin وiron. copper شي يسوي لي الكبر هنا أنا هيج أسوي copper رح يقلل لي من melting point and density إنه رح يقلل لي من درجة الانصهار إنه يكون درجة انصهارها أقل and density قلل من كثافة الجولد. increase hardness يقوي الصلابة gives red color to gold ينطي لون أحمر للجولد. هاي if high percent يعني إذا هواية نسبة من الكبر it reduce corrosion resistance رح يقلل يعني ما أحط كبر هواية إذا حطيت هواية رح يقلل لي من الكوروجين resistance يعني شنو رح يقلل لي من مقاومة الجولد للتآكل and tarnish resistance ويقلل من الصدى انه اذا حطيت هواية كبر رح يصدأ ويتآكل الجولد. هاي الكبر اوكي. اذا شنو الكبر رح يقلل لي من الميلتينج بوينت رح يقلل لي من الدنسيتي رح يزيد لي من الهاردنس رح ينطيني لون احمر للجولد. بينما اذا حطيت بيرسنت هواية من الكبر راح يقلل لي المقاومة للكوروجين وللتارنش يعني ما يصير احط هواية من الكبر. يعني هاي مو اني احطها, هاي حسب المانيفاكتشر حسب الشركة المصنعة للجولد الوي. النقطة الثانية المكون الثاني هو السيلفر within whiten the alloy. يعني شنو whiten the alloy يعني يبيض الجولد يبيض السبيكة. increase strength راح يقوي الضغط اللي يجي عليه and hardness slightly ويعني الهار يزود لي الصلابة قليلا يعني البعض من الصلابة in large amount it reduce ايضا ما يصير احطه هواية من عنده لان يعني راح يقلل لي من المقاومة للتارنش. زين النقطة اللي بعدها الكمبوزيشن الثالث بلاتينوم. شنو هذا البلاتينوم راح يزيد لي من السترينث كوروجين resistance من المقاومة للكوروجين وراح يزيد لي الميلتينج بوينت بس راح يزيد لي الميلتينج بوينت ما راح يقلل لي اياها. has white color ينطي لون ابيض. زين
بس هنا أنا راح يزيدني من الميلتينج بوينت بينما الكبر ريدوس ميلتينج بوينت. يعني البالياجيوم مش راح يسوي لي it hardens and whitens the alloy. يعني هسه منو اللي راح يسوي لي وايت السيلفر والبالتينيوم والبالياجيوم؟ اوكي هذول راح يبيضوا لي الالوي. raise the fusing temperature اذا يعني هذا البالياجيوم اذا انرفعت درجه الحراره raise the fusing temperature راح تزيد من التارنش ريزيستنس. اذا زادت الميلتينج بوينت يعني الفيوزنج تمبريتشر انكريز ريز ذا فيوزنج تمبريتشر انكريز تارنش ريزيستنس زياده الحراره راح تزيد للمقاومه للصدى ات ليس اكسبنسيف ذان جولد وبالتالي راح تكون اقل يعني غلات من الجولد نفسه زين اللي بيه هواية باليديوم it less expensive than gold. than gold اعتقد انه قصده هذا الجولد الوي ارخص وطبعا يعني ارخص من الجولد اللي بيور يكون يعني اكيد ارخص. الزنك راح يسوي لي act as scavenger of oxygen يعني يوخر الاكسجين انه بمثابة scavenger of oxygen زين. إذن مثل ما عرفنا إحنا الكومبوزيشن عندي هواية كومبوزيشنات للجولد اللي هو الجولد ألوي. عرفنا كل واحد شو يسوي لي الكبر شو يسوي السيلفر شو يسوي الكبر قلنا راح يقلل لي من الميلتينج بوينت وراح يزي راح يقلل لي الدنسيتي وبس راح يزيد لي الصلابة وينطيني الريد كلر للجولد هذا منو هذا الكبر النحاس. السيلفر الفضة راح ينطيني لون ابيض وبس راح يزيد لي السترينث والهاردنس اثنينهم الكبر والسيلفر اذا زيدتهم راح يقللوا لي الكوروجن ريزيستنس والتارنش ريزيستنس. السيلفر بس راح يقلل لي التارنش ريزيستنس. البالتينيوم والبالياديوم والسيلفر راح ينطوني ثلاثتهم اللون ابيض يعني يفتحوا لي اياه للجولد الوي وايضا راح يزيدوا لي السترينث كوروجن يعني هالامور. طبعا هو less expensive than gold. الزنك ايش راح يسوي لي scavenger of oxygen. هسه راح اجي اخذ الجولد الوي البروبرتيز مالته. شنو هي البروبرتيز مال الجولد الوي؟ اجي properties of gold alloy. اولا الكلر it is yellow and there is white gold depending on whitening element present. شوفوا هسه قلت لكم اياها هو اكو يلو بس انه there is white gold اكو ذهب ابيض يكون اللي هو on the whitening يعتمد على الاليمنت الوايتنينج من هي السيلفر والباليديوم والباليتينيوم. الميلتينج رينج الميلتينج رينج من 920 الى 960 سيليسيوس وتعتمد ايضا على الاليمنت. اذا حطيت كبر هواية راح يقلل لي من الميلتينج بوينت. اذا حطيت كبر هواية الميلتينج بوينت melting point راح تقل لان هو اي شنو وظيفته الكبر reduce melting point زين. density for pure gold 19.3 غرام سنتيمتر مكعب. gold alloy have less density اقل من الجولد بيور اللي هو يكون جولد بيور. منو اللي راح يقلل لي الدنسيتي مالته اللي هو الكبر ايضا هو الكبر. كل ما كبر هوايه كل ما كبر هواية كل ما density أقل زين. yield strength شنو yield strength؟ قوة الضغط اللي تجي عليه يعني type 3 207 ميجابكسل type 4 275 ميجابكسل. الهاردنس الصلابة type 3 121. طبعا ليش دا ياخد بس type 3؟ لان هم ذول اللي بيهم الصلابة hard و extra hard وفور اللي يعني ذولاك سمول ولارج بس هذول يعني الا ريستوريشن. الفور 149 ميجا بكسل وذاك 121 زين. هذا يعني التايب الرابع لا العفو هنا التايب الثالث وهنا التايب الرابع عن ما تخربطون. elongation يعني شنو elongation؟ ايش قد يظل يعني عندنا الالونجيشن الى يعني للتايب 3
يصير هالقد 30 إلى 40%. يعني اعتقد هنا الإلونجيشن يقصد بها العفو، يقصد مو يعني الى متى تظل، يقصد بها الاكسبانشن. اعتقد يعني انه يقصد بها الاكسبانشن. اي صح الاكسبانشن بالتايب 3 30 إلى 40%، بالتايب 4 يصير هم يعني 30 إلى 40%. الريزيستنس تو تارنش اند كوروجن بيكوز اوف هاي نوبل ميتال كونتنت، الى زياده نسبه عاليه من معادن نوبل جي. عند الكاستنج شرينكج، طبعا هو يصير بيه شرينكج لان من يصير هو حار وبعدين اسوي له كولينج ليس دان اقل من 1.25 إلى 1.65%. There are relatively biocompatible، يعني نوعا ما هو متوافق حيويا نسبيا. يعني gypsum bonding investment is used when the melting temperature is below، لازم تكون التمبرتشر قلنا 700 وجوا استخدمت gypsum bonded investment. شنو لازم اذا اقل 700؟ لازم ازيد الكوبر، يعني لازم اخذ جولد بالكوبر بهواية، يعني انه هو هذا الكوبر يسوي لي reduce melting point. نجي على الالترناتيف تو جولد الوي، يعني شنو البدائل عن الجولد الوي؟ اقدر استخدم السيلفر باليديوم الوي اللي هو هذا ذهب ابيض، يكون يعني بي سيلفر وبي باليديوم فيكون ذهب ابيض. they are cheaper than gold alloy، طبعا هو لان يعني بدائل عن الجولد الوي فهو ارخص من الجولد الوي. whiter in color، ابيض لان يعني هو بي سيلفر وبي باليديوم. and their properties are similar to type 3 و type 4 gold alloy but lower density، هذا يكون الكثافة مالته اقل. lower ductility، يعني شو مثلا يكون اقل ليونة، هو اقل ريزيستنس للكوروجن. وعندي النوع الثاني البديل الثاني اللي هو التيتانيوم ان تيتانيوم اللي هم يكون وايت ابيض نسبة الى وجود التيتانيوم. احنا اصلا عرفنا انه الابيضات اللي تعطيني نون ابيض اللي هو السيلفر والبلاتينيوم والباليديوم. خلي اتوقف هنا على ما يصير هواي عليكم.